استاذ نبيل، لما بنتكلم على الاعلان عن راعي رسمي للنادي الاهلي او راعي رئيسي للنادي الاهلي، اللفظ في حد ذاته يعني لك ايه؟ يعني حاجات كتيرة جدا. أولا هو ده جزء من تاريخ النادي الأهلي، الأهلي يؤسس لأشياء جديدة تحدث لأول مرة منذ تأسيسه في 1907. دائما هو الأول في كل في حاجات كتيرة حصلت، ومنها الرعاية. وبالتالي لما بيعمل مؤتمر صحفي للراعي الكبير بتاعه اللي هو الراعي الأول أو الراعي الأساسي، فبهذه الكيفية طبعا كان في حاجات قبل كده لكن ما خدتش هذا الزخم وهذا الشكل، لأن هذه الرعاية هذه المرة هي عبارة عن نقلة حتى في تاريخ النادي. أنا بعتبرها نقلة في تاريخ الرياضة المصرية نفسها، يعني هي ليست نقلة فقط في تاريخ الأهلي، هي نقلة أيضا في تاريخ الرياضة المصرية، وهي تبحث عن تمويل ذاتي ليها بحيث تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أعلى أو تحلق في فضاءات أخرى. فالأهلي بيعلن وبيدشن هذه الخطوة العظيمة العملاقة كنادي رائد في مصر، في المنطقة العربية، في أفريقيا، ولا يسبق في هذا إلا أوروبا وبعض الأندية الأوروبية، وليست كل الأندية الأوروبية بما فيها أسماء كبيرة بالمناسبة. فده الأهلي بيقول احنا مؤسسة عريضة وقوية وراسخة على الأرض، وتنظم حدث عشان بنعلم مجتمعنا وبنبلغ مجتمعنا رسالة، وبنبلغ الرياضة المصرية كلها رسالة، وبنبلغ كل الأندية المصرية رسالة، هيا اتبعوا هذا الطريق إذا أردتم أن تنجحوا، لا تنشغلوا بأشياء صغيرة وانشغلوا بالعمل الجاد. من ينشغل بالعمل الجاد قد يصل إلى هذه النتيجة.